السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نحضر معكم شهيوة زوينة بزاف بزاف، وكتحضر غير بهاد الخضر اللي عندي، هاد اللي كتشوفوا معايا هنا، فليفلة وحدة وحبة طماطم ولا مطيشة وشوية البطاطا. عندي هنا جوج حبات ديال البطاطا سلقتهم. شهيوة كتجي زوينة بزاف بزاف، وتصلح كوجبة عشاء خفيفة ولذيذة بزاف، يحماقوا عليها الأطفال، وممكن ديروها حتى وجبة غداء، لما لا. إذا نبداو على بركة الله. غادي نحتاجو الحبة الطماطم، غادي نقطعوها، كنخليها بالقشور ديالها، كنقطعها بحال هكذا. نفس الشيء بالنسبه لحبه الفلفل، غادي نحيد لها داك الزريعه اللي فيها في الداخل ونقطعها. غادي ناخذ شويه ديال القزبر والمعدنوس، ها انتما كيف كتشوفوا معايا قبيطه ديال القزبر والمعدنوس، شويه حسب تقريبا واحد جوج معالق كبار ولا ثلاثه، وثلاثه ديال الفصوص ديال الثوم. اذا كنقشر الثومه والقزبر والمعدنوس، كنقطعو كبير غير هكذا على جوج ولا ثلاثه، وكنحتاج واحد شويه ديال الماء باش غادي نطحن هاد المكونات، واحد ربع كاس تقريبا ديال الماء كيف شفتوا معايا، هو اللي غادي نخويه هكذا ونطحن به. وكندير واحد شويه البابريكا ولا التحميره، لان باش تجي الصلصه حمراء وصافي، لان فيها الربيع وفيها الفلفل الخضراء. اذا هنا كنطحنها بسهوله في دقيقه، هي جاهزه. اذا كناخذ هذه الصلصه ديالي وكنحطها في الطويجين ولا في المقلاه ولا فاش غادي نطيب. اذا هنا فرغتها في المقله، ما بقى لي الان الا انني نزيد عليها التوابل وزويته بلديه ونحطها فوق النار تشحر. اذا بالنسبه للتوابل، عندي هنا نص ملعقه ديال القزبر اليابس، وشويه ديال الكركم ولا الخرقوم، خرقوم بلدي، وراس ملعقه ديال الابزار ما كنكثرش، وشويه ديال الملحه صافي. وكنزيد زويته بلديه واحد جوج ملاعق كبيره، نحرك كل شيء ونحطها فوق النار. اذا كنحطها كتشحر، نتوما عارفين هاد الصلصه في المقيله راه بسرعه كتطلع فيها الغليه وكتشحر مزيان. اذا بعد ما تشحرات، كناخذ هذيك البطيطه اللي سلقها قبل في الماء المملح، ميها مليحه، وكنبدا نرتبها بحال هكذا فوق الصلصه. اذا اكله سهله جدا جدا، كتحضر 5 دقائق حتى ل 8 دقائق كاع تكون جاهزه وواجده اننا نستهلكوها. ها انتما كتشوفوا معايا، يعني من بعد ما كنرتب البطاطا، كناخذ واحد جوج حبات ديال البيض، جوج حبات ديال البيض، وكنخبيهم هكذا فوق البطاطا بهذه الطريقه اللي غتشوفوا معايا. يعني ماشي كنخويهم في شي حاجه وكنبقى نطرب، لا مباشره كنحطهم فوق البطاطا وفوق الصلصه. اذا ها نتوما كيف كتشوفوا بهذه الطريقه، غادي نحاول انني نبسطهم ولا نسرحهم واحد شويه صافي. ونغطي دابا المقلاه، كنغطي عليها ضروري من الغطاء باش كنسرع الطهي ديالها، وباش داك البيض كيطيب مزيان ما كيبقاش لي خضر الفوق. قبل ما نغطي، نسيت ما قلت لكمش، نديرو شويه الزعتر، كيوالم بزاف هاد الاكله وكتجي لذيذه وزوينه بزاف بزاف، كتجيب مذاق بيتزا، كتجي لذيذه وزوينه. اذا كنحك شويه الزعتر بين يديا، وكندير شويه د الفروماج، فروماج اي نوع كان عندكم، الا ما كانش ممكن تستغناو عليه، حتى بلا فروماج كتجي زوينه ولذيذه. اذا الفروماج الا كان موجود، ممكن انكم ديروا فروماج ساندويتش ولا فروماج الحمر ولا الموتزاريلا ولا الفروماج العادي، الجبن المثلت نقطعوا طريفات وديروا الفوق صافي. كنغطيو عليها لحظات قليله، يعني واحد 3 دقائق تقريبا ولا 4، كنلقاها جاهزه. ها انتما بهذا الشكل اللي كتشوفوا، كنزينها بشويه ديال القزبر والمعدنوس صافي، وكنقدموها، كتجي رائعه روعه. ها انتما كيف كتشوفوا، طيبه مزيان زوينه، يعني ها انتم شوفوا في التقطيعه ديالها، كتجي بحال التورطيه، كتجي لذيذه وزوينه زوينه بزاف، ومتنوعه كيف شفتوا، مفيده. يعني واخا المهم كتبان لينا غير هكذا سامبل وزويونه، ولكن الداخل راه فيها مطيشه، فيها الفلفله، فيها بطاطا، فيها يعني راه مغذيه ومشبعه. ها
اكيد ان شاء الله الا جربتوها غتعجبكم بزاف، تعجب الاطفال، تعجب الصغار والكبار. المهم انا جربتها وكتعجب وليداتي بزاف، فبغيت انني نتقاسمها معكم من بين الوجبات الخفيفه اللي تصلح للاطفال المدرسه ولا هكذا الناس اللي ما عندهمش الوقت. اذا ها نتوما تشوفوا كتجي زوينه ومعلكه، وهذاك فروماج هكذا كيتقطع كتجي بحال بيتزا لذيذه وزوينه، بداك فروماج والجبن والصلصه لاصوص طوماط والفلفله، يعني كتجي زوينه بزاف وما كتاخذش معنا وقت نهائيا. اذا انا بين التحضير ديالها وبين الطبخ وبين كل شيء تقريبا ما كانش حتى 10 دقائق ديال الوقفه في الكوزينه، وها هي واجده حطيناها. اذا هذه الاكله تصلح ليك الا كنتي عجزانه وما فيك ما طيبي الغداء ولا مشغوله، يعني في اخر لحظه ممكن انكم توجدوا غديوه لوليداتكم. ها هي كتجي بهذا الشكل، ها انتما كيف كتشوفوا، فعلا لذيذه جدا وتستحق التجربه. نتمنى احبتي يكون عجبكم فيديو اليوم واستفدتوا منه، وإلا عجبكم ما تنسوش كيف العاده دعموا القناه بالاعجاب ديالكم وبالاشتراك الا كنتم مازال ما مشتركينش، وتبارطاجيو ان شاء الله الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده باذن الله. خليتكم في امان الله، السلام عليكم.